التكاثر يلهاكم التكاثر یہ کیسے پڑھتے ہو کس کے پاس پڑھتے رہتے ہیں ان کے پاس یار قرآن کیا نہ کرتے ہیں اب تو وہ ایسے لوگوں کے گرو کی طرح پڑھ رہے ہیں آپ کے پڑھنے کا اندازہ تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ بالکل تھکے ہوئے ہیں اور ایسے الفاظ کو پتہ نہیں کس طرح کرنا ہے یہ بات غلط ہے الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون الهاكم التكاثر حتى زرتم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون كلا لو نعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترون إن لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لترونها ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر بسم الله الرحمن والعصر إن الإنسان لفي خسر